وللحديث أكثر عن افتح سوق الأسهم السعودية انضم معنا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية محمد الصغير. أهلا بك وصباح الخير. اليوم نشهد حركة متباينة بالنسبة على السوق في افتتاح ثلاث جلسات هذا الأسبوع بعد أنه أمس حقق مستوى 8600 نقطة. في البداية كيف تقرأ أن اليوم افتتاح سوق الأسهم السعودية؟ حياكم الله وحياكم، شاكر قدر لكم الاستضافة. بالنسبة للمؤشر العام حقيقة يعني متضخم جدا، ولكنه لم يعطي أي إشارة فنية سلبية، ويستمد قوته من الأخبار الجيدة ونتائج الشركات. فأنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله إنه يسعى إن شاء الله إلى 8900 اللي تشكل نسبة ذهبية للموجة المنخفضة من 11159 إلى 5327. فقد يكون زخم هذه الأخبار الجيدة والحوافز ل 2019 قد تدفع بالمؤشر إن شاء الله إلى 8930 ورغم ظهور تضخم في المؤشرات. جميل. سيد محمد، أيضا ماذا عن ما تم الإعلان عنه أمس في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية؟ اتفاقيات ضخمة أمس شهدناها، حضور كثيف أيضا حتى على مستوى القطاعات، تنوعت أصبح قطاع الخدمات اللوجستية، النقل، التعدين والعديد من القطاعات. بقراءة سريعة كيف تقرأ أن أمس أيضا هذا البرنامج الضخم؟ نعم، أولا يعلم الجميع أنه رؤية 2030 تحتوي على 13 برنامج، وإنه ما شاهدناه الأمس بهذه الأرقام الفلكية الكبيرة هو أحد هذه البرامج. فقد شاهدنا أن الدولة مستعدة بضخ 1,700,000,000,000 لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وأيضا ستساهم ب1,200,000,000,000 لرفع الناتج المحلي. كذلك ستسهم 700,000,000,000 لزيادة الإسهام في المحتوى أيضا المحلي. جميل. وهناك 5,000,000,000 لدعم البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجستية. ينتج عن هذا وظائف تقدر ب1,600,000 وظيفة جديدة. أيضا هناك 200,000,000,000 لتوقيع اتفاقيات، وهذا ما حواه برنامج أمس. ويعتبر الإطلاق هذا البرنامج القوي جدا هو انطلاقة حقيقية لرؤية 2030 بإذن الله الواحد الأحد، وهي انطلاقة قوية تحتاج للمتابعة بإذن الله. محمد الصغير محلل الأسواق المالية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.